حقيقة دارك داروا خدمتهم وداروا المحاضر وجابوا هاد الناس لهنا. التساؤل المطروح هو الغموض الذي يشوب هذا الملف داخل المدار الحضاري. فإلا تجولنا عبر المجال الحضاري كنلقاو واحد العدد لا يستهان به. واحد التغطية شاملة ديال سيارات الأجرة بدون قانون وبدون سند قانوني كتدور داخل المجال الحضاري وكتاخذ البلايص بشكل غير قانوني وغير مرخص لها. ولا ما شفناش شي شرطي وقف شي سياره اجره كبيره او كانت تعليمات في هذا الباب على انه يتقدموا تهما بمحضر للمحاكم. هذا التساؤل هذا هو ما افاد الكاس وخلانا نجيو نتجمهروا هنا امام محكمه الاستئناف اللي حقيقه هاد الناس هادو حتى هما قالوا من تلاقاو الاخوان ديالنا على انهم هذه المسائل راها قانونيه وما تطلبونه فهو قانوني يعني ومشاو معنا في الراي. فبغينا نشوفوا المسؤولين المحليين اللي عاطينا مجرد الوعود. كل ما طرقنا معاهم لهذا الملف هذا للحوار وجنا معاهم مائده الحوار والا فكيعطيونا الاجال وكيقولوا لنا التوافق. لحد الساعه ما فهمناش ما هو التوافق. هل يعقل انه يكون توافق في وسط المجال الحضاري ما بين واحد غير قانوني والاخر قانوني؟ هذا التساؤل الاول المطروح. الملف المطلبي ديال هاد الناس ديال هاد المهنيين المهمشين بهذا المفهوم اللي محطوط تما من ضمنه التسعيره، غياب التغطيه الصحيه، غياب الضمان الاجتماعي، غياب واحد المجموعه ديال المعطيات اللي كتخلينا نحسوا براسنا اجتماعيا كاينين. هاد الغياب هذا ما لقينالوش جواب بتاتا، مجرد اننا كنجلسوا للحوار كنخرجوا بوعود ديال اجل ديال 15 يوم سيتم اخذ قرار بخصوص الكرون تاكسي، اجل كذلك فيما يخص التعديل في يعني في التسعيره، لان احنا ما قلناش في الاول الزياده، قلنا التعديل، يعني بغينا احنا نقطعوا الطريق امام ذاك الديرونجمون اللي كنسميوها انه كيجيو ثلاثه الزبناء ويركبوا في سياره الاجره الصغيره وهو في المحطه شد النوبه لساعات ويجي يركبوا لمسافه قصيره جدا باربعه دراهم، اربعه دراهم اللي عطيتيها لولدك الصغير دابا كتجيه قليله ما غاتشريلوش دانون. فبالله عليكم كيف يعقل ان رجل بسيارته وبالمعدونيه وبلوازم كبيره وتغطيه كبيره ديال وليداته وما الى ذلك يهزر بعض البلايص ويكمل من جيبه المول المعدونيه اللي كيعين الروسيطال غدليه؟ لان الا ما رضيتيهش بالروسيطال غدليه كون على يقين انه غادي يبدلك بحال اللي كيبدل البلاكات، عيطي الله يهنيك يجيب واحد اخر. يعني هذه الحاله هذه المزريه اللي كيعيشها سائق سياره الاجره بالاخص داخل مدينه فاس، فاحنا ما فهمناش فين هو السند القانوني؟ فين هي الضمانات القانونية اللي مش أنها تحمي هذا السائق؟ كيف يعقل أن هذا السائق هذا إلا مشى للطبيب ما يداواش؟ بغى كريدي ياخذ كل فازة كريدي ما كانش اللي غيثيق فيه يعطيها له. فبالله عليك كيف يعقل يتم تهميش هذا السائق لهذه الدرجة هذه ونضيفوا له سيارة الأجرة الكبيرة اللي تبقى تصولو تجول قدامه وتدي له حتى ذاك الكليان اللي غادي يخليه يحرك ذاك الطوموبيل اللي له لصاحب المعدونية. حنا هاد الوقفة هذه كان الوقفة استنكارية بالنسبة لهاد الإخوان اللي تقبطوا في ولاد الطيب اللي قدموهم جدرمية للمحكمة ديال الاستئناف كيديروا لهم محاضر، فبالتالي حنا كنستنكروا هاد المحاضر اللي دفعوهم للمحكمة ديال الاستئناف. فبالتالي حنا مصطدمين مع الإخوان ديالنا كتنسيقيات رباعية ديال معقولة وشفافة. فبالتالي الإخوان ديالنا راهم طلعوا لعند السيد الوالي سيف وراهم، حنا كنستنكروا هذا التعسف هذا. فما يمكنش نسكتوا على هذا الظلم هذا، لأن حنا هذه سنوات حنا كنعيشوا في هذا الظلم، حنا سنوات حنا كنعيشوا في هذا كسميتو المسؤولين ديال فاس مطرقين البيبان ديالهم وما كيتحاوروش معنا، يعني ما كاينش المحاور اللي يتحاور معك حاليا بالنسبة للقطاع ديالنا، القطاع ديالنا كيعيش تهميش وكيعيش بزاف ديال المسائل اللي مزريه. الشيفور ديالنا راه كيعيش في واحد الحاله مزريه. فبالتالي غير بالنسبه للتسعيره مع 1982 و92 كان الغازوال ب 4 دراهم وكان يعني
الكرا يعني غير ب 20000 ريال يعني 1000 درهم، وكان الزيت كيدير غير 80 درهم، وكان يعني التأمين غير 3000 درهم. فبالتالي حنا كيف يعقل انه كنخدموا به في هذا الوقت هذا في هذه الحاله الراهنه؟ يعني كل شيء تزاد، التسعيرات ديال الكرا تزادت، التسعيرات ديال الغازوال تزاد بواحد الشكل مهول، والمحروقات زادت وقطاع الغيار. فبالتالي حنا هذا الشيء كنستنكروه، والبيبان فوق داك الجناح مسدوده ديال المسؤولين، وهذا اللي بغيت نقول.